يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. للأسف تأخرنا عليكم بعض الدقائق، لكن إن شاء الله ده كان بسبب يعني ظروف خارجة عن الإرادة، إن شاء الله مش هتتكرر تاني، ونظهر لكم يوميا إن شاء الله في نفس الميعاد في تمام الساعة 6 مساء من هذا البرنامج، برنامج كلام في الميديا. النهاردة الحلقة هتكون مهمة جدا، لأن في استكمال للقضية الخاصة ببطولة الدوري وبيانات النادي الأهلي واتحاد الكرة واللجوء لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، فبالتالي في كلام كتير جدا هنتكلم عليه خلال هذه الحلقة. ان شاء الله الجزء الثاني من حلقه النهارده هيكون معانا الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي الكبير، عشان نتكلم في امور كتير جدا وكل ما يحدث على الساحه الرياضيه الكرويه المصريه بالتحديد، وهيكون كلام مهم قوي في الجزء الثاني من حلقه اليوم. كمان مستنيين تفاعل حضراتكم على صفحات قناه الاهلي المختلفه سواء على فيسبوك او تويتر. التفاعل هيكون من خلال ايه؟ من خلال رسالتك لنجم نجوم النادي الاهلي علي معلول بعد استبعاده من قائمه المنتخب التونسي، وهذه المفاجاه الغير متوقعه اطلاقا بالنسبه لكل المتابعين للكره العربيه بشكل عام، مش الكره المصريه او الكره التونسيه بس، ان علي معلول يكون بره قائمه منتخب تونس في بطوله الامم الافريقيه اللي بعد 10 ايام او اقل، كمان 9 ايام بالتحديد. دي اكيد كانت مفاجاه كبيره جدا، بالتالي مستنيين تفاعلكم ورسالتكم لعلي معلول، نجم كبير جدا ولاعب مهم جدا في النادي الاهلي، واكيد هنقرا هذا التفاعل من خلال تعليقاتكم على صفحات الاهلي المختلفه سواء على فيسبوك او تويتر على مدار الحلقه النهارده. قبل ما اروح للعلوين عايز اقرا لحضراتكم القرار الخاص باللجنه الاستشاريه مركز التسويه والتحكيم باللجنه الاولمبيه، وده بعد ما لجا ليها النادي الاهلي لحل الازمه الخاصه ببطوله الدوري وكل الامور اللي احنا اتكلمنا عليها خلال الفتره الماضيه والايام القليله الماضيه، واللي بتتعلق بجوانب كثيره جدا، سواء فيما يتعلق بفتره القيد الافريقي، سواء فيما يتعلق بانتهاء بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه اللي اصبح خلاص الموضوع يعني شبه مستحيل طبعا. فبالتالي عايز اقرا عليكم هذا القرار وركزوا معايا فيه كويس جدا جدا جدا، لان فيه كلام مهم قوي في هذا القرار، وانا هقراه لحضراتكم من خلال اللي نزل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وزي ما عودناكم دايما احنا كلامنا بيكون من خلال الجوانب الرسميه الخاصه بالنادي الاهلي. القرار بيقول: قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي تأجيل البت في نظر الشك المستعجل من دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدوري إلى 2/7 جلسة 2/7/2019، وإلزام اتحاد الكرة، دي مهمة قوي، وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 اللي هو آخر بيان خاص باتحاد الكرة المصري، والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد حتى يوم 5/8/2019. يعني اللجنة الأولمبية أو مركز التسوية والتحكيم بيطلب من اتحاد الكرة إيه؟ إن أنت تجيب لي أصل البيان اللي أنت أصدرته يوم 10، علشان البيان ده بيتضمن قرار مهم قوي، وده موضع الأزمة الخاص بفترة القيد الأفريقي، وإحنا عارفين القيد الأفريقي هينتهي يوم 30/7، بيبتدي يوم 30/6 وينتهي يوم 30/7، بناءً عليه اتحاد الكرة المصري قال إن أنا بتعهد إن أحل أزمة القيد الأفريقي ده من خلال بيانه اللي كان يوم 10، وإن هيكون في ترحيل أو مد لفترة القيد حتى يوم 5/8. فبالتالي مركز التسوية والتحكيم عايز الخطاب الرسمي من اتحاد الكرة والبيان الرسمي وأصل هذا البيان عشان يكون في توثيق لهذه الجزئية بالتحديد، عشان بناء عليها أكيد هيكون في قرارات أخرى لاحقا، وبالتحديد زي ما هم قالوا كده في جلسة يوم 2/7/2019. أكمل لكم القرار: وعما إذا كان إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه، يعني عايزين نشوف الطلب ده تم استجابته من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا لا، عايزين نشوف الموضوع فعلا هيحصل، اللي انتوا بتقولوه ده فعلا هو اللي هيحصل ولا لا، عشان نشوف بعد كده بقى اللي هيعمله المركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية. والاستعلام من الاتحاد المحتكم ضده اللي هو اتحاد الكرة عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية في الدوري لعام 2018/2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر. يعني عايزين نعرف برضو الجدول اللي حطه اتحاد الكرة ده تم إختار بقى كمان بالنادي الأهلي ولا لا، ده في الجزء اللي جاي من القرار.
واختار النادي الأهلي به من عدمه، وحيث أن النادي الأهلي كان ينتظر إصدار اللجنة الاستشارية لقرارها موعد قريب جدا نظرا لأهمية الوقت. يعني النادي الأهلي ده بقى يعني ممكن يكون رد من النادي الأهلي أو تعليق، مش رد كامل أو رد نهائي، لا ده تعليق من النادي الأهلي أكيد على القرار اللي خرج من اللجنة الاستشارية مركز التسوية والتحكيم. النادي الأهلي كان ينتظر إصدار اللجنة الاستشارية لقرارها في موعد قريب نظرا لأهمية الوقت. ليه نظرا لأهمية الوقت؟ حيث تنتهي الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقي لاشتراك الأندية في البطولات القارية يوم 30/6/2019. يعني انت دلوقتي لو تفتكروا حضراتكم من اسبوع كده او اكتر قليلا، الاتحاد الافريقي بعد جواب الاتحاد المصري قال لهم ايه؟ قال لهم يوم 30/6 تقول لي الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او بطوله الكونفدراليه، لان ده اخر ميعاد عشان اعرف مين الانديه اللي هتشارك في البطولتين دول بالتحديد. بالتالي لجنه التسويه والتحكيم هتطلع قرارها امتى؟ يوم 2/7، فكده هيكون في تاخر في خروج هذا القرار. بالتالي بما ان اللجنه الاستشاريه هتخرج قرارها يوم 2/7، الا ان اللجنه الاستشاريه حددت يوم 2/7/2019 لمعاوده نظر الدعوه، ولذا فان اللجنه القانونيه بالنادي سوف تعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشه كافه الامور والنظر في افضل السبل بما يحفظ حقوق النادي. اخر جمله عايزها على حضراتكم تاني، لذا فإن اللجنة القانونية بالنادي سوف تعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر في أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادي الأهلي. كده أنا شرحت لكم القرار بشكل كامل، وشرحت لكم إيه اللي هيحصل والأمور هتمشي إزاي، ووجهة نظر النادي الأهلي اللي بتكمن في آخر سطرين بالظبط في هذا القرار، لأن كان النادي الأهلي منتظر أن لجنة التسوية والتحكيم تقول قرارها بشكل سريع عشان مفيش وقت خلاص. فبالتالي هيكون بعد يوم 30/6 اللي هو آخر ميعاد لإختار الاتحاد المصري لكرة القدم بدوره للاتحاد الأفريقي بالأندية المشاركة في البطولات الأفريقية اللي هو المفروض يوم 30/6، فبالتالي الدعوة هيتم النظر ليها يوم 2/7، فبالتالي لسه الأمور هتتأخر شوية. بالتالي كانت آخر سطرين من هذا القرار مهمين جدا، أن بكرة إن شاء الله هيكون في اجتماع لمناقشة كافة الأمور والنظر في أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادي الأهلي. اللجنة القانونية بالتحديد بالنادي هي اللي هتجتمع غدا. طيب ده كان شيء مهم جدا ابتدينا بيه حلقه النهارده، خلينا بقى نروح نشوف ايه اهم العناوين. يلا بينا. الاهلي يناقش الاجراءات القانونيه في ازمه الدوري. مركز التسويه والتحكيم يؤجل شكوى الاهلي ضد اتحاد الكره ل 2 يوليو المقبل. مجلس الإدارة يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي. الأهلي وجماهيره يدعمون علي معلول. محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني. جيرالدو على رأس قائمة أنجولا استعدادا لكأس الأمم. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة السوبر للموسم الجديد. طيب كالعادة كلام كتير جدا واضح من العناوين، بالتالي هنتكلم فيه خلال حلقة اليوم. لكن الخبر المفاجأة كبيرة قوي قوي بالنسبة لكل المتابعين هو استبعاد علي معلول من قائمة المنتخب التونسي. أكيد أكيد الاستبعاد مش هيكون فني، لأن صعب جدا جدا أي مدير فني في أي حتة في العالم يكون عنده لعيب بكواليتي علي معلول وبإمكانيات علي معلول ويستبعده فنيا من بطولة مهمة وقوية جدا زي دي، ومن مكان هو اصلا علي معلول متعود ان هو يلعب فيه وهي مصر، يعني بيلعب على الاراضي المصريه دايما مع النادي الاهلي، فبالتالي كمان دي شعبيه كبيره جدا في مصر، فبالتالي كان ممكن يكون اضافه كبيره جدا للمنتخب التونسي. فمحدش كان يتوقع القرار ده خالص، كلنا فوجئنا امبارح بعد مباراه تونس وكرواتيا اللي انتهت بفوز تونس 2-1
ان علي معلول خلاص تم اعلان القائمه النهائيه بمنتخب تونس، وبناء عليه علي معلول بره هذه القائمه بشكل نهائي. مفاجاه هي بصراحه مفاجاه كبيره جدا. علي معلول هيأثر فنيا مع المنتخب التونسي، بكل تاكيد هيأثر فنيا. النادي الاهلي مستفيد، النادي الاهلي مستفيد. ليه؟ لان علي معلول كان محتاج فعلا راحه كبيره، رغم ان كلنا اكيد كنا نتمنى نشوف لعيب بحجم علي معلول في بطوله الامم الافريقيه، طبعا طبعا يعني مع منتخب عربي شقيق زي منتخب التونسي اكيد، لكن الراحه دي اكيد جت في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه اللاعب، علشان علي معلول زي ما احنا شفنا الفتره الاخيره كلها بيلعب بشكل منتظم مع النادي الاهلي، واحد الركائن الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. عشان كده اكيد هتكون الراحه مهمه بالنسبه لعلي معلول، لكن اسباب استبعاده وهذه المفاجاه اكيد في حصل خلاف ما بينه وما بين ألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس. علي معلول الكلام عليه مش محتاج ان احنا نتكلم على علي معلول، كل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور الكره العربيه بشكل عام مش النادي الاهلي عارف قيمه هذا اللاعب. مش هبالغ لو قلت ان علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، فعلا هو افضل ظهير ايسر في افريقيا. احنا بنقول كده عشان هو في النادي الاهلي والكلام من ده؟ لا خالص، ارقامه هي اللي بتقول كده. شوف عدد الاسيستات اللي عملها على مدار الموسم ده مع النادي الاهلي، عدد الاهداف اللي جابها حتى لو مش كتير، لكن هي اكيد كتير بالنسبه له كلاعب ظهير ايسر في صفوف النادي الاهلي، وده مركزه، والمركز ده مش دايما بيجيب اهداف يعني. لكن رغم كده علي معلول احرز اهداف عديده مؤثره في مشوار النادي الاهلي هذا الموسم، منهم الهدف ده اللي كان في الاتحاد السكندري، وكان بعد الدقيقه 90 والماتش ده خلص 2-0. الهدف الاول كان علي معلول، الهدف الثاني كان صالح جمعه لو تفتكروا يعني، لكن كان هدف مؤثر جدا ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مسيرته في بطوله الدوري. فبالتالي خساره كبيره للمنتخب التونسي عدم انضمام علي معلول لصفوفه ولقائمته في بطوله الامم الافريقيه. اكيد نتمنى كل التوفيق لعلي معلول خلال الفتره الجايه ان شاء الله، نتمنى ان هو يستريح بشكل كامل بشكل كويس عشان يكون لائق مع النادي الاهلي لما هو قادم من مراحل وتحديات هامه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي، سواء محليا او افريقيا او اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. اكيد علي معلول من ضمن هؤلاء اللاعبين المميزين جدا اللي بيعتمد عليهم النادي الاهلي بشكل كبير قوي. عايز اتكلم كمان عن استعدادات النادي الاهلي للموسم الجديد، وزي ما احنا عارفين خلاص النادي الاهلي مد فتره الراحه للاعبيه 10 ايام كمان، يعني تخلص يوم 22 الشهر ده، وبعديها ان شاء الله هيكون في فتره اعداد صغيره كده، فتره تحضيريه للنادي الاهلي في استاد مختار التتش في الجزيره، وبعديها ان شاء الله باذن الله الفريق هيتوجه لمعسكر مغلق في احدى الدول الاوروبيه، اقرب حتى الان الاقرب اسبانيا، الفضله ما بين اسبانيا والمانيا، ودوله كمان من ضمن يعني هم ثلاث دول اللي بيفاضل ما بينهم وهولندا بالتحديد، ثلاث دول بيفاضل ما بينهم النادي الاهلي عشان يقيموا المعسكر الخاص بيه للموسم الجديد القديم ثاني، الموسم الجديد القديم، لان احنا لسه بطوله الدوري في الستش ما نعرفش لسه القرارات هتمشي ازاي والامور هتمشي ازاي، لكن عموما النادي الاهلي لازم يحضر نفسه للفتره اللي جايه ايا كان. انت فتره راحه عشان بطوله الامم الافريقيه، فتره راحه بالنسبه للاعبين مهمه جدا، اللاعبين غير دوليين، فبالتالي الفتره دي هيكون بعديها فتره تحضيريه مهمة قوي، بعديها إن شاء الله فترة إعداد قوية جدا جدا في معسكر النادي الأهلي الخارجي، وزي ما قلت لحضرتك الأقرب حتى الآن في إحدى المدن في دولة أسبانيا، أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. كمان بالنسبة للصفقات، ناس كتير جدا بتتكلم على صفقات النادي الأهلي الفترة دي، هو ده موسم الصفقات وموسم الكلام عن الصفقات، طبيعي جدا هتسمعوا اسماء كتيره جدا النادي الاهلي دخل في التفاوض معاها، النادي الاهلي لسه يعني يعتبر مضى مع بعض اللاعبين، كلام كتير جدا هتسمعوه. كمان ممكن تسمعوا النادي الاهلي بيسوق اللاعب الفلاني، النادي الاهلي هيستغنى عن اللاعب الفلاني، كلام طبيعي جدا ان احنا نسمعه الفتره دي. لكن خليني اكد على حضراتكم ان اكيد النادي الاهلي حاطط قائمه من الاسماء بيسعى للتعاقد معاهم، بدا خطوات، النادي الاهلي بدا خطوات في التعاقد مع بعض اللاعبين، في التفاوض مع بعض اللاعبين بدايه قبل التعاقد، لان اكيد بيبقى في تفاوض. التفاوض بيبقى اكيد ودي مع الانديه ومع اللاعبين، وبعد كده حسب التفاوض ده بيكون في خطابات رسميه، وده اللي بيسلكه دايما النادي الاهلي الطريق الرسمي في حاله الرغبه في التعاقد مع بعض اللاعبين. لكن الفتره الجايه طبيعي جدا احنا هنسمع النادي الاهلي خلص مع اللعيب كذا والنادي الاهلي استغنى عن اللعيب كذا، هتسمعوا كتير قوي وانتم متعودين على كده، لكن النادي الاهلي ما بيعلنش عن اي صفقه غير لما تكون خلصت بشكل رسمي، واحنا ايضا كلنا متعودين على كده. كمان من ضمن الامور عايزين نتكلم فيها
استعدادات منتخب مصر. وفي الحقيقه احنا عايزين بقى نركز في استعداد منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه. ليه؟ لان بطوله الامم الافريقيه على الاراضي المصريه وسط الجماهير الغفيره المصريه والرائعه بكل تاكيد، واللي ان شاء الله باذن الله هيكون ليهم دور كبير جدا جدا في فوز منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه. في تشاؤم بالقائمه؟ في تشاؤم بالقائمه، لكن خلي بالك ممكن يكون مستر أجيري اختار القائمه بتاعه المنتخب دي طبقا لرؤيه فنيه معينه، ما هو ده الطبيعي ماشي، لكن طريقه اللعب هي دي النقطه اللي البعض بيتكلم فيها. ممكن ما يكونش خد عبد الله جمعه عشان هو ما بيلعبش اصلا اربعه ورا، بيلعب 3-5-1-1 مثلا. ممكن ما يكونش خد عمرو السوليه عشان عنده مثلا طارق حامد، عنده نيني، عنده طريقه معينه عايز يلعب بيها، ممكن يلعب بواحد فيهم بس، يا طارق حامد يا نيني. يعني اكيد في فكر معين في دماغ مستر أجيري وجهازه المعاون، لكن احنا دورنا كلنا ايه؟ ان احنا نساند المنتخب الوطني، نسانده كل المسانده، لان هدفنا في الاخر هو الفوز بهذا اللقب. اخيرا النهارده انضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني. المعسكر كان ابتدى من اسبوع تقريبا، النهارده 12 فعلا ابتدى من اسبوع، ابتدى يوم 6 من هذا الشهر، فبالتالي بعدها باسبوع على طول محمد صلاح كان بياخد فتره راحه، واخيرا انضم للاستعداد في اخر 9 أيام قبل المباراه الاولى او المباراه الاولى للمنتخب الوطني في هذه البطوله. البعض كان بيعلق على موضوع صلاح وتاخره، التعليق مش على ان صلاح محتاج راحه او حاجه، هو محتاج راحه، بس النقطه بس ان انتوا كنتوا تقولوا للناس امتى صلاح هينضم للمعسكر. كنا بنسال كتير جدا محدش كان بيدي رد، وبعض اعضاء الجهاز الفني وبعض المسؤولين عن المنتخب الوطني المصري قال ان لسه احنا مش عارفين محمد صلاح هيجي امتى، صعب جدا يعني، كلام مش حلو في حق الجهاز الفني ان ما يبقاش عارف محمد صلاح جاي امتى. فطبيعي ان هم كانوا يبقوا عارفين امتى جاي صلاح ويعلنوا عن هذا القرار بدل ما يبقى فيه لغط وكلام الكتير ده يعني. لكن من الاخر كده واضح ان في رواسب لسه عن الازمه اللي كانت ما بين محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم قبل موسم من دلوقتي. بشكل عام نتمنى كل التوفيق باذن الله لمنتخب مصر، كل التوفيق لمحمد صلاح في قياده المنتخب بالفوز ببطوله الامم الافريقيه للمره الثامنه في تاريخ المنتخب الوطني المصري، وده هدفنا الاول والاساسي والاسمى اكيد هو حصد هذا اللقب. نروح نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الجرايد النهارده، يلا بينا. الأخبار المسائي: الأهلي يرفض التسرع، المجلس لن يتراجع عن التصعيد ويستمر في إجراءات الشكاوي. الدستور: اليوم نظر الشق المستعجل لدعوى الأهلي ضد الجبلاية. الأخبار: ارتياح في الأهلي، اجتماع للإدارة لحسم الجدل، والمصلحة العامة تحكم، لاسارتي يفك الطوارئ وجلسة بين الشيخ طه وعبد الحفيظ. الأهرام: الأهلي يرسم ملامح الموسم الجديد بعيدا عن أزمة الدوري، معسكر في أوروبا، ولا سارتي يطلب 5 وجوه جديدة وأعارة 8 لاعبين. اليوم السابع: الأهلي يرسل عرضا رسميا لشراء متولي من الإسماعيلي، الإعارة تعود للصورة في ملف رمضان، والتحكيم يبت في شكوى النادي ضد اتحاد الكرة اليوم. الشروق: لاسارتي يتمسك ببقاء الرباعي الأجنبي في الأهلي، المدير الفني يطلب التعاقد مع مهاجم ومدافع ولاعب خط وسط مدافع، ويتمسك بعودة أحمد حمدي والجزار. المسا: الكاف يجمد مستحقات الأهلي، يرفض منحه 9.5 مليون جنيه إلا بعد إعادة نهائي دوري الأبطال، الجهاز الفني يفاضل بين ألمانيا وهولندا وأسبانيا لاستضافة معسكر الفريق. طيب، اخبار كتير جدا متعلقه بالنادي الاهلي في صحف اليوم، بالتحديد عايز ابتدي بجريده الاخبار واللي بتقول ان في ارتياح في النادي الاهلي، اجتماع للاداره لحسم الجدل، وبيتكلموا برضو في موضوع الدوري واللجوء النادي الاهلي للطرق القانونيه والحل هيكون ايه في النهايه والامور هتمشي ازاي. كلام كتير واحنا اتكلمنا خلاص مع حضراتكم بشكل مستفيض على مدار الايام السابقه، وكمان النهارده في اخر ما هو جديد بخصوص هذا الموضوع.
لكن بالتالي الارتياح ممكن يكون بسبب ايه؟ بسبب الجوانب الايجابيه في بيان الاتحاد المصري لكره القدم واللي احنا عرضناها على حضراتكم في حلقه الامس. الجزء الثاني من الخبر هو خاص بلاسارتي يفك الطوارئ وجلسه بين الشيخ طه وعبد الحفيظ. الشيخ طه طبعا رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، واكيد في تنسيق كامل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني للنادي الاهلي بخصوص التخطيط للمرحله الهامه جدا المقبله، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان هو يضع النقاط على الحروف في الامور الخاصه جدا جدا بالفريق الاول لكره القدم، سواء فيما يتعلق بانتداب بعض اللاعبين الجدد او بتصويت بعض اللاعبين اللي ممكن النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي ما يكونش في حاجه ليهم خلال المرحله القادمه. عايز اروح للاهرام، واللي بتتكلم ان النادي الاهلي بيرسم ملامح الموسم الجديد بعيدا عن ازمه الدوري. معسكر في اوروبا ولاسارتي يطلب 5 وجوه جديده واعاره 8 لاعبين. طيب احنا زي ما قلنا لحضراتكم في معسكر فعلا في اوروبا، هيكون امتى؟ هيكون مع بدايه الشهر الجديد، يعني الاول هيكون في اسبوع كده، يعني الفريق هيرجع يوم 22 من الشهر ده، هيرجع يتمرن في التيتش عادي فتره تحضيريه، وبعد كده بعديها باسبوع او 10 ايام هيتم التوجه مباشره لمعسكر في اوروبا. زي ما قلت لحضراتكم هيكون في اسبانيا حتى الان، ده الاقرب. يعني كلام كتير شويه عن مستر لاسارتي بيطلب بعض اللاعبين الانضمام للنادي الاهلي وبعض المراكز، وارد جدا طبيعي، الراجل بيحط خطط معينه، بيحط اسماء معينه او مراكز كمان معينه بيطلبها من الاداره في النادي الاهلي، اللي اكيد يعني هتلبي هذا الطلب بقدر المستطاع، وده اللي احنا معتادين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي في تلبيه طلبات المدير الفني، عشان هو الادرى بمصلحه الفريق وهو الادرى بخططه واستراتيجيته خلال المرحله الجايه بالنسبه للفريق، وده اللي اكيد هيحصل خلال الفتره الجايه. في اسماء كتير معروضه على النادي الاهلي، في اسماء كتير بيرغب النادي الاهلي في التعاقد معاها، طبعا في، لكن اكيد النادي الاهلي مش هيجيب لاعبين غير لما يكونوا ان شاء الله باذن الله اضافه حقيقيه، زي ما احنا متعودين دايما النادي الاهلي الاضافه من خلال هذه الصفقات، ويكونوا ان شاء الله في طريقهم لاستعاده عدد كبير جدا من البطولات اللي ممكن النادي الاهلي يكون فقدها خلال المرحله اللي فاتت لاسباب عديده مختلفه كلكم ممكن تكونوا عارفينها. بالنسبه لموضوع الاعارات واعاره 8 لاعبين، وانا لسه بتكلم من خلال خبر جريده الاهرام، في عدد كبير جدا من اللاعبين ممكن يتم اعارتهم خلال الفتره اللي جايه، ده هيكون من خلال طبعا رؤيه الجهاز الفني بالكامل وايضا بالتحديد مستر مارتين لاسارتي. الكلام على احمد الشيخ، على اسلام محارب، على احمد حمودي، على عمرو جمال، على محمد نجيب، على احمد علاء، كلام كتير جدا بخصوص هؤلاء اللاعبين، لكن خليني اقول لحضراتكم النادي الاهلي عنده عدد من اللاعبين الكتيره جدا المعارين لمختلف الانديه المصريه. كل اللاعبين خلاص بمجرد انتهاء الموسم رجعوا ما عدا اثنين، مين هم؟ لاعبي نادي سموحه، كريم يحيى وعمرو بركات، دول لاعبي النادي الاهلي المعارين لنادي سموحه. ليه مش هينفع دول يرجعوا من نهايه الموسم؟ لان دول عقدهم اصلا عقد الاعاره بتاعهم مع نادي سموحه 1.5 سنة، عدى خلاص 6 شهور ناقص سنه بالكامل، فالنادي الاهلي لو عايز يستعيد هؤلاء اللاعبين كريم يحيى بالتحديد و عمرو بركات لازم يخاطب نادي سموحه ونادي سموحه توافق، لكن هم هيفضلوا 2 لعيبه في نادي سموحه حتى انتهاء الموسم الجديد ده طبقا للعقد ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه، لكن بقيه اللاعبين المعارين خلاص بمجرد انتهاء اخر مباراه ليهم في الموسم هيرجعوا النادي الاهلي تلقائيا، وبعد كده النادي الاهلي ينظر في امكانيه اعاره بعضهم او الابقاء على البعض الاخر، لكن في بعض اللاعبين لسه ما خلصوش اعارتهم، زي مثلا عندك لاعبي النادي الاهلي معارين لفريق الجونه، لسه الجونه عنده مباراه اخرى في بطوله الدوري بعد بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي ده الموقف بالتحديد زي ما وضحناه لحضراتكم بخصوص المعارين والاسماء الجديده اللي ممكن تنضم للنادي الاهلي. نروح لليوم السابع واللي بتتكلم في نفس السياق اللي هو ايه؟ اللي هو خاص بالتعاقدات وكلام كتير، واحنا عارفين الفتره دي زي ما قلت لحضراتكم كلام كتير جدا هيطلع بسبب موضوع التعاقدات، وهو موسم الانتقالات الصيفيه. الاهلي بيرسل عرض رسميا لشراء متولي من الاسماعيلي. مش عايزين نقول ان النادي الاهلي ارسل عرض رسمي لان الكلام ده بيبقى من خلال الاعلان الرسمي من النادي الاهلي، لكن ممكن يكون في تفاوض مع محمود متولي، ممكن طبعا من اللاعبين المرشحين بقوه ان هم ينضموا للنادي الاهلي، ومن اللاعبين اللي اكيد النادي الاهلي يكون حاططهم او حاطط عينه عليهم زي محمود متولي، لاعب مدافع مميز جدا. الامور هتمشي ازاي؟ هل التفاوض ابتدى اصلا ولا لا؟ دي كلها امور احنا زي ما عودنا حضراتكم دايما بنقول الامور بشكل رسمي من خلال قناه رسميه للنادي الاهلي وهي قناه النادي. فحتى الان ممكن يكون متولي ضمن القائمه الخاصه بالتعاقدات بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الامور وصلت لاني مرحله ولا لا لسه احنا مش عارفين بالظبط، او حتى لو عارفين زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون في اعلان رسمي من النادي الاهلي.
الإعارة تعود للصورة في ملف رمضان. ملف رمضان صبحي لسه متاح ولسه مفتوح بالنسبة للنادي الأهلي. كان في اتجاه أو الكلام كله على محاولة إنهاء جزئية الإعارة بالكامل ويكون اللاعب لاعب رسمي في النادي الأهلي ولاعب دائم بعقد جديد، لكن الواضح إن لسه في مفاوضات ما بين النادي الأهلي وهدرسفيلد وكيل اللاعب نادر شوقي بخصوص المقابل المادي اللي ممكن يدفعه النادي الأهلي عشان ينضم رمضان صبحي. وممكن يكون في حل آخر لإعارة رمضان لمدة سنة، ويمكن النهاردة كان في تصريحات لنادر شوقي كلنا ممكن نكون قريناها ان ممكن يكون في خيار اخر وهو خاص باعاره اللعب مره اخرى النادي الاهلي. الامور هتخلص على ايه هنعرف خلال الايام القليله جدا المقبله. نروح للشروق سريعا، واللي بتتكلم على لاسارتي بيتمسك ببقاء الرباعي الاجنبي في النادي الاهلي. الرباعي اللي هم جيرالدو، علي معلول، وليد ازارو، وجونيور اجاي. اكيد اللاعبين كلهم كبار واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي امبارح، لكن ده حتى هذه اللحظه النادي الاهلي اكيد بيتمسك بالرباعي. ممكن يبقى فيه جديد، وارد انه ممكن يبقى فيه جديد، وده اكيد هيكون على حسب برضو الرؤيه الفنيه لمستر لاسارتي، لكن لحد اللحظه دي تمسك كامل جدا جدا بهذا الرباعي. وبعدين انت لسه مش عارف اصلا اللوائح السنه الجديده هتكون ماشيه ازاي. الموسم الجديد من بطوله الدوري هل ممكن يبقوا خمس اجانب، هل ممكن يبقوا اربعه بس زي ما هم؟ بناء على هذه اللوائح النادي الاهلي ممكن يفكر في التعاقدات وتحديد اللاعبين الاجانب اكثر تحديدا، يعني بناء على اللوائح الجديده الخاصه بالمسابقه الجديده للاتحاد المصري لكره القدم. طيب خبر المسا بقى ده مهم قوي، يعني انا بصراحه اول ما قريته اتخضيت جدا. يقول لك ايه؟ الكاف يجمد مستحقات النادي الاهلي. اول ما تسمع الخبر يقول يا نهار ابيض، ايه ده الكاف بيجمد مستحقات النادي الاهلي ليه؟ ده اكيد في كارثه. ويرفض منح النادي الاهلي 9.5 مليون جنيه الا بعد اعاده نهائي دوري الابطال. يعني موضوع يعني لاول وهله كده لما تقراه تتخض شويه. يعني الموضوع لما تيجي تقرا متن الخبر ان مش النادي الاهلي بس، الاتحاد الافريقي خاطب كل الانديه اللي شاركت في النسخه الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا بخصوص مستحقاتهم بعد هذه المشاركه، ايا كان هم خرجوا من انهي دور وايا كان مستحقاتهم بتبقى كام. الاتحاد الافريقي قال لهم يا جماعه انا بما فيهم النادي الاهلي، يعني كل الانديه اللي شاركت في البطوله الافريقيه بالتحديد دوري ابطال افريقيا، انا مش هديكم مستحقات غير لما اعاده النهائي تخلص. المباراه هتتلعب بعد بطوله الامم الافريقيه، مباراه ما بين الوداد والترجي، والقصه كلكم اكيد حضراتكم عارفينها. فبالتالي الاتحاد الافريقي كل ما في الموضوع ان هو بيقول للانديه بس، مش النادي الاهلي بس، يعني بيقول لكل الانديه ان مستحقاتكم ان شاء الله هتاخدوها بعد هذه المباراه، مباراه الاعاده في النهائي. فبالتالي مش مستاهل المانشيت الكبير قوي ده والخضه اللي ممكن اي حد يقرا المانشيت يقول لك ايه ده في مشكله ثانيه بقى ما بين الاهلي والاتحاد الافريقي، احنا مش ناقصين مشاكل. يعني موضوع بيتضخم ساعات كده في الصحف يعني بشكل عام. طيب دي كانت الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في جرايد اليوم. ايه اللي كتب بقى في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للاهلي، تشكيل الاجهزه الفنيه للنشاط الرياضي بالاهلي في الموسم الجديد. الشروق، مجلس الأهلي يناقش الإجراءات القانونية في أزمة الدوري. اليوم السابع، تأجيل شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو بمركز التسوية والتحكيم. مبتدأ، سموحة يطلب التعاقد مع إسلام محارب. اليوم السابع، نادر شوقي، رمضان صبحي يرغب في الاستمرار بالأهلي والنادي الإنجليزي يتمسك به. سبورت 360، الأهلي يدعم علي معلول بعد استبعاده من أمم أفريقيا. صدى البلد، الأهلوية في ظهر معلول يشعل تويتر، ومجردون جمهور الأهلي وراك، فهنا وطنك ينتظرك، الأهلي وطن ولا يهمك يا معلول، جمهور الأهلي وراك يا معلول، أنت أحسن باك شمال في أفريقيا.
طيب ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في المواقع النهارده؟ نبتدي باليوم السابع، تأجيل شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو بمركز التسوية والتحكيم، وده شرحناه لحضراتكم بالتفصيل مع بداية الحلقة وبعد قرار مجلس أو مركز التسوية والتحكيم بتأجيل نظر الدعوة ليوم 2 يوليو، فبالتالي الأمور هتتأجل ليوم 2 يوليو. ما نعرفش الموقف لسه هيكون ماشي ازاي بالظبط، لكن بكرة زي ما قلت لحضراتكم في اجتماع مهم جدا للجنة القانونية بالنادي الأهلي. طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا مع الناقد الرياضي التونسي أستاذ علي عثماني، علشان نتكلم معاه بخصوص علي معلول وكل الأمور واللغط الكبير خلال الساعات القليلة الماضية واستبعاد اللاعب من بطولة الأمم الأفريقية والقائمة الخاصة بمنتخب تونس بالتحديد. أستاذ علي مساء الخير عليك. الخير كابتن، تحية ليك وتحية لكل جماهير المصرية والمشاهدي قناة الأهلي. أهلا بيك، منورنا طبعا في قناة النادي الأهلي، لكن كلام كتير جدا على بالتحديد علي معلول واستبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس واللي هتخوض بطولة الأمم الأفريقية بمصر. أسباب الاستبعاد بالتحديد طبقا لما وصلت لي من معلومات طبعا كصحافة ونقاد رياضيين تونسيين بكل تأكيد. بالضبط. مساء الخير مرة أخرى لكم جميعا. بالطبع هو كانت مفاجأة نوعا ما لعديد الجماهير وخاصة لجماهير الأهلي وأيضا لعديد الجماهير التونسية، رغم أنه الجماهير التونسية بصراحة كانت من فترة منقسمة حول علي معلول، يعني مردوده مع المنتخب شيء ومردوده مع فريق الأهلي شيء ثاني. مع الأهلي كان مردوده متميز، ولكن صراحة مردوده مع المنتخب الوطني التونسي كان في تراجع كبير منذ نهائيات كأس العالم في الصيف الماضي في روسيا، كان محل انتقادات كبيرة، وأيضا خاصة مع المدرب الجديد الفرنسي ألان جيرات. هو بالنسبة لي يعني لا يتعامل مع الأسماء، يقول لك أنا نتعامل مع اللاعب اللي يكون جاهز في الفترة الحالية. وأيضا قبل أيام على ما أعتقد أنكم تعرفوا المعلومة، يعني تم استبعاد أيضا مهاجم الاتفاق السعودي فخر الدين بن يوسف، المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي، اللي هو أيضا كان في فترة قصيرة من الركائز الأساسية في المنتخب التونسي، ولكن في الفترة الأخيرة تعرض لإصابة قبل 3 شهور وعاد، ولكن المدرب قال أنه غير جاهز بدنيا ويمكن خوض كأس نهاية كأس أمم أفريقيا. نفس الشيء بالنسبة لعلي معلول، علي معلول كان مستواه متراجع حقيقة في سواء مباراة العراق وأيضا أمس في المباراة ضد كرواتيا. في المقابل يعني عنده المدرب ألان جيرات عنده بدائل ثانية، خاصة في اللاعب أسامة الحدادي المحترف في ديجون الفرنسي، وأيضا ظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي أيمن بن محمد. يعني تقريبا المنافسة قوية، وهو بالنسبة للمدرب يعني تقريبا في كل مركز عنده لاعبين، وعلي معلول يعني كان خارج القائمة يعني في آخر لحظة. هل في خلافات بشكل واضح كده ما بين علي معلول وألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، ولا الأمور كلها متعلقة بالناحيه الفنيه يعني؟ لا، ما فيش خلافات، يعني الامور كلها مرتبطه بالجاهزيه البدنيه والفنيه. بالنسبه للمدرب كما قلت لك يعني منذ مجيئه للمنتخب قبل 3 4 اشهر يقول لك انا ما اتعاملش مع الاسماء، يعني هذا اللاعب احترف في فريق كذا او لعب في السابق مع المنتخب او منذ سنه وهو منذ سنتين ركيزه اساسيه في المنتخب، يتعامل مع اللاعبين في الوقت الراهن، يعني في جاهزيته البدنيه والفنيه في الوقت الراهن. علي معلول صراحه منذ السنه الماضيه يعني من مونديال روسيا مستواه تراجع كثيرا مع المنتخب. في مقابل كما قلت لك عنده بدائل، المدرب عنده اسامه الحدادي، عنده ايمن بن محمد، في لاعبين ثانيين، وعلى هذا تم الاختيار يعني في اخر لحظه تم استبعاد علي معلول من القائمه النهائيه، قائمه 23 لاعب. واعتقد يعني هو مش خروج نهائي من المنتخب علي معلول، كما قال المدرب عم صرح، وايضا رئيس الاتحاد السوسي لكره القدم صرح، وانه ابواب المنتخب تبقى دائما مفتوحه لعلي معلول ولبقيه اللاعبين، يعني لكل من يكون جاهز ليقدم الاضافه للمنتخب. تعرف خاصه في نهائيات كاس امم افريقيا هي منافسه مهمه. أكيد. المنتخب التونسي ايضا يطمح لتحقيق نتائج ممتازه ونتائج ايجابيه في اللواعد في هذه الدوره، يعني ما يقدرش انه المدرب ياخذ لاعبين اللي هم غير جاهزين والا يشوف هو اللي كون اللاعب هذا ما يقدرش يعطيه 100%، يعني يفضل انه يختار لاعب ثاني اكثر جاهزيه حتى لا يحرم يعني المنتخب ويحرم تونس يعني من تقديم من تحقيق نتائج ايجابيه.
طيب بخلاف علي معلول، عايز اتكلم بالتحديد عن منتخب التونسي وبعد اعلان القائمه النهائيه بشكل رسمي، هل في تفاؤل في الشارع الرياضي التونسي بشان المنتخب في تحقيق هذا اللقب، ولا طموحات واصله لحد فين واهداف المنتخب التونسي من هذه البطوله بالتحديد ممكن تكون ايه؟ بالضبط، والجماهير التونسيه خاصه بعد مباراه امس والفوز على كرواتيا وصيف بطل العالم بالضبط. في المونديال الاخير فوز كبير، هو المنتخب التونسي اول منتخب افريقي يفوز على كرواتيا، وايضا فوز في كرواتيا بالذات يعني في في على اراضيها، فوز رغم انه ودي ولكن فوز يرفع كثير من المعنويات ويخلي الشارع الرياضي التونسي يطمح. طبعا الجماهير التونسيه بتطمح انه المنتخب يحقق نتائج ايجابيه ولما لا المنافسه على هذا اللقب بقوه، وايضا المدرب الوطني المدرب علي جيرس الفرنسي سئل منذ ايام لما اعلن على القائمه الاوليه، قال انا ليست لدينا ثقافه طموحات معين، قال احنا دائما بنسعى لنحقق اكبر الاهداف ونمشي في الدوره تدريجيا، يعني بعد الدور الاول او دور المجموعات ثم بناخذ كل مباراه حسب المنافس وحسب الله. اعتقد انه الجيل الحالي بصراحه في المنتخب التونسي الجيل الحالي من افضل اللاعبين الموجودين حاليا، خاصه من المونديال السنه الماضيه، رغم انه النتائج ما كانتش في 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 مستوى كبير في المونديال، ولكن تعرف ان مستوى المونديال اعلى بكثير من كاس افريقيا، ولكن في الفتره الراهنه اعتقد انه المنتخب التونسي بيقدر بيحقق النتائج لانه عنده لاعبين ممتازين، ايضا اللاعبين يسموا صغار في السن لانه معدل الاعمار حاليا في المنتخب التونسي 25 سنه، اعتقد انه المنتخب التونسي قادر على تحقيق نتائج ايجابيه والذهاب بعيدا في هذه الدوره، بالطبع مع احترام كامل للمنافسين، انت عارف في مفاجات كثيره دائما في كاس افريقيا، اكيد سواء المنتخب بيلعب من سنوات في كاس افريقيا او منتخب بيشارك لاول مره، الفرص الان متساويه والحظوظ متساويه، والحقيقه الوحيده هي حقيقه الميدان، لازم كل فريق بالزبط. يعني بيلعب على حقيقه امكانياته مع احترامه الكامل للفريق المنافس. اكيد يا استاذ علي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، استاذ علي عثماني رئيس تحرير موقع فوت سكوب التونسي، واللي يمكن شرح لنا بشكل كامل اسباب استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، وهي في حد ذاتها مفاجاه كبيره جدا لكل الجماهير، اكيد نتمنى كل التوفيق لعلي معلول. نرجع سريعا للاخبار اللي كتبت على النادي الاهلي في المواقع النهارده، عايز اروح لموقع مبتدا واللي قال ان سموحه بيطلب التعاقد مع اسلام محارب، اسلام محارب اصلا كان قبل كده لاعب في نادي سموحه، والنادي الاهلي قدر ان هو يتعاقد معاه في صفقه انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع سموحه، لكن ممكن يكون نادي سموحه طالب اسلام محارب، اكيد في بعض الانديه طلبوا بشكل حتى لو ودي من النادي الاهلي التعاقد مع بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا شايفين ان هم النادي الاهلي ما يكونش هيحتاجهم خلال الفتره الجايه، ما نعرفش النادي الاهلي هيحتاج اسلام محارب ولا لسه، كل دي لسه بناء على الامور الخاصه بالنادي خلال الفتره اللي جايه والخاصه بالنادي الناحيه الفنيه بالتحديد ووجهه نظر الجهاز الفني، لكن وارد جدا وطبيعي جدا ان اي نادي يطلب اي لاعب من النادي الاهلي، ومنهم نادي سموحه اللي ممكن يكون بيطمع في التعاقد مع اكثر من لاعب مش بس اسلام محارب. اليوم السابع ونادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي، واللي بيقول ان رمضان بيرغب في الاستمرار مع النادي الاهلي، وان رمضان كمان عنادي شويه وعايز يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، اكيد احنا نتمنى استمرار رمضان صبحي مع النادي الاهلي، لعيب عالي جدا جدا، لكن في نفس الوقت نادي هادرسفيلد الانجليزي متمسك جدا باللاعب رغم ان هو خلاص نزل دوري الدرجه الثانيه للتشامبيونشيب، لكن في نفس الوقت ممكن يكون رمضان صبحي عنده بعض العروض من البريمير ليج الدوري الممتاز الانجليزي، فبالتالي حسب العروض دي حسب الامور هتمشي ازاي حسب مجريات المفاوضات ما بين النادي الاهلي وفريق هادرسفيلد الانجليزي بخصوص رمضان صبحي، وده هنشوفه خلال الايام القادمه. سبورت 360 بتقول ان الاهلي بيدعم علي معلول بعد استبعاده من امم افريقيا، واحنا خلاص اتكلمنا في جزئيه علي معلول بشكل مفصل، واكيد علي ان شاء الله يكون احد الركائز الاساسيه في مشوار النادي الاهلي القادم في مختلف البطولات اللي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخدها بشكل كامل، لكن بصراحه الخبر في حد ذاته كان مفاجاه كبيره جدا جدا بالنسبه لكل المتابعين. نروح نشوف ايه اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، يلا بينا. الشروق، صلاح ينضم لمعسكر المنتخب. الوطن، شوبير اهتمام غير عادي من السيسي بأمم افريقيا ومصر ستبهر العالم.
بوابة الأهرام عصام عبد الفتاح يكشف عن إمكانية مشاركة جهاد جريشة في كأس الأمم إفريقيا. في الجول جيرالدو يقود القائمة النهائية لمنتخب أنجولا. يلا كورة، ماني يقود قائمة السنغال استعدادا لأمم إفريقيا. فيتو صحيفة تكشف سبب استبعاد علي معلول من قائمة تونس لأمم إفريقيا 2019. اليوم السابع إقامة مباراة السوبر الموسم الحالي بين الدورين في الدوري الجديد. الشروق طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري. سكاي نيوز عربية بسبب أمم أفريقيا حرب قادمة بين كلوب ونجم ليفربول. البوابة رئيس ريال مدريد يرحب بلوكا يوفيتش في صفوف الفريق. طيب اخيرا محمد صلاح خلاص انضم لمعسكر منتخب مصر بعد اجازه اسبوع او اكثر شويه. بالنسبه للاعب مهم، المهم ان شاء الله باذن الله ان محمد صلاح يكون جاهز بنسبه 100% في خلال التسعة ايام اللي فاضلين دول قبل بطوله الامم الافريقيه، لان بصراحه كلنا كمصريين بنعقد امال كبيره جدا جدا على محمد صلاح وكل زملائه وكل تاكيد، وتريزيجيه كمان محدش ينسى تريزيجيه ابرز لاعبي المنتخب الوطني المصري وماشي بشكل اكثر من رائع في تركيا مع فريق قاسم باشا بالتحديد، وقبل كمان انتقاله المحتمل لسه لحد دلوقتي لليون الفرنسي. لكن بشكل عام كلنا بندعم كل الفريق، لكن املنا كبيره اكيد على صلاح وتريزيجيه بالتحديد ان شاء الله ان هم يقودوا المنتخب للفوز بهذا اللقب. الوطن بتقول ان الكابتن شوبيربي صرح قال ان في اهتمام غير عادي من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بامم افريقيا، ومصر ستبهر العالم، وده اكيد اللي احنا بنتمناه من مصر في تنظيم هذه البطوله، واكيد الجهات العليا بالبلد كلهم مهتمين اهتمام كامل بتنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه ونجاح هذا التنظيم، لان ده هيعكس مدى نجاح مصر بشكل كبير ومدى قدره مصر على تنظيم المحافل الدوليه الكبيره. وزي قبل كده ما شفنا مصر بتنظم بطوله الامم الافريقيه 2006 بشكل اكثر من رائع، شفنا مصر بتنظم بطوله كاس العالم للشباب 2009 بشكل اكثر من رائع، فان شاء الله احنا متفائلين كتير جدا وواثقين في كل المسؤولين في البلد ان شاء الله باذن الله هنشوف منظر جيد جدا جدا لمصر في تنظيم هذه البطوله. بوابة الأهرام، وده خبر مهم، عصام عبد الفتاح يكشف عن إمكانية مشاركة جهاد جريشة في كأس الأمم الأفريقية. إزاي؟ إن كابتن عصام عبد الفتاح طبعا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، قال إن احنا هنودي استئناف لاتحاد الكرة، وتقدمنا خلاص بتظلم للكاف ودفعنا كمان قيمة التظلم اللي بتتمثل في $3000 علشان نرفع الإيقاف عن جهاد جريشة، وإن هم شايفين إن جهاد جريشة اتظلم، وأعتقد إن دي ممكن تكون خطوة اتأخرت شوية بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم وبالنسبة للكابتن عصام عبد الفتاح في تقديم هذا التظلم، لأن الراجل في الحقيقة لو تقارنه باللي حصل من بكاري الجسامة في مباراة الإياب ما بين الترجي والوداد هتلاقي إن جهاد جريشة ده أحسن حكم في العالم يعني، فدايماً إحنا اللي بنبقى ما عندناش الشخصية القوية اللي ناخد القرار السريع واللي نتمسك بيه زي ما نشوف دول أخرى يعني مسؤولين في دول أخرى بالتحديد يعني. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لجهاد جريشة في رفع الإيقاف عنه، لأن حكم مميز وواجه لمصر أيضا في تحكيمية مهمة جدا، إن شاء الله يشارك في بطولة الأمم الأفريقية طبقا للي احنا شفناه أو سمعناه من خلال بوابة الأهرام والكابتن عصام عبد الفتاح. في الجول بتقول ان جيرالدو بيقود القائمه النهائيه لمنتخب انجولا. جيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي واكيد بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا في بطوله الامم الافريقيه. ممكن لحد دلوقتي احنا ما شفناش قدرات جيرالدو بشكل كامل، ممكن ما نكونش لسه في بعض لسه مقتنع قوي بجيرالدو، لعيب عنده سرعات عنده مهارات عاليه قوي، لكن باذن الله كجمهور اهلي بالتحديد نفسه يشوف الامكانيات الكبيره جدا جدا لجيرالدو اللي هم واثقين فيه بشكل كبير جدا من خلال بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله المقبلة في مصر. كمان خلينا نروح ليلا كورة، واللي بتقول إن ماني بشكل طبيعي جدا بيقود المنتخب السنغال استعدادا لأمم أفريقيا، وهو متواجد طبعا في القائمة الخاصة بالمنتخب اللي تم الإعلان عنها، ومعاه كمان كلوبالي، معاه ناس كتير جدا جدا من اللاعبين المميزين لمنتخب السنغال، ويبقى منتخب السنغال أبرز المرشحين لجانب المنتخب المغربي في الفوز بهذا اللقب هذا الموسم.
فبالتالي ماني لعيب كبير جدا واكيد هيكون مؤثر بشكل كبير مع السنغال. نتمنى التاثير يكون اكبر من محمد صلاح مع منتخب مصر، لان في منافسات اخرى ما بينهم فيما يتعلق بالفوز بهذا اللقب ومن ثم المنافسه على البالون دور والجوائز الفرديه الكثيره بالنسبه للاعبين مع نهايه هذا العام. نروح سريعا لليوم السابع، وخبر ايضا مهم جدا بتقول ان اقامه مباراه السوبر للموسم المحلي بين الدورين في الموسم الجديد في الدوري الجديد، يعني الموسم الحالي مباراه السوبر بتاعته هتكون ما بين الدورين في الموسم الجديد، وممكن تيجي ما بين دورين تلاقي كده ايه زنقه في الماتشات ومفيش وقت بتاع، طب خلاص ناجله بعد الموسم ما يخلص، تيجي بعد الموسم ما يخلص تلاقي مش عارف حاجات زي كده، يعني ايه مواسم استثنائيه اللي احنا بنمر بيها واللي احنا شفناها السنه دي وبتاع، فيعني ده ميعاد اهو سمعناه قريناه مش عارفين هيتنفذ ولا لا، لكن يعني في اعتقادي هيكون صعب شويه وهنشوف. نتمنى بصراحه كل التوفيق في اداره المسابقه بشكل جيد، لان ده هيكون في صالح الانديه وفي صالح الكره المصريه بشكل عام. احنا مش عايزين اي مشاكل لاي حد، مش عايزين اي حد يفشل في اداره مسابقه او كلام من ده، لا احنا بس بنحاول نوجههم للطريق الصحيح، نوجههم ازاي يديروا المسابقه، لان بنشوف مشاكل كبيره جدا شفناها هذا الموسم، ودي اللي عملت ازمات اللي احنا بنعيشها خلال الفتره الحاليه. كابتن طلعت يوسف من الشروق خلاص بقى مدير فني للاتحاد السكندري، واعتقد ان هو من المدربين المميزين جدا، عندهم شخصيه مميزه جدا في اداره المباريات، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع نادي جماهيري ونادي مميز في الحقيقه زي نادي الاتحاد السكندري، ونتمنى له ان هو السنه الجايه ما يكونش بينافس على البقاء في بطوله الدوري، لا نتمنى له ان هو ينافس على المربع الذهبي، لان نادي بتاريخ كبير وجماهيريه عظيمه وكبيره زي الاتحاد السكندري دايما نتمنى له كل التوفيق في اي بطوله بيشارك فيها. بعيد عن النادي الاهلي طبعا. سكاي نيوز بتتكلم على مشكله ممكن تحصل ما بين يورجن كلوب المدير الفني ليفربول ونابي كايتا لاعب الفريق. المشكله ممكن تكون ايه؟ ان نابي كايتا لو حضراتكم كلكم تفتكروا اتصاب في مباراه الذهاب امام برشلونه وانتهت في برشلونه بفوز الفريق الاسباني بنتيجه 3-0، اللاعب خرج في الشوط الاول باصابه في العضله الضمه، فبالتالي ليفربول اعلن ان اللاعب مش هيشارك في بطوله الامم الافريقيه، لكن فوجئوا ان اللاعب بيعلن بالامس احتماليه مشاركته في البطوله، وبناء عليه بيتوقع انه ممكن يكون في ازمه ما بين يورجن كلوب ونابي كايتا بخصوص هذه الجزئيه، فبالتالي هنشوف الامور هتمشي ازاي. بالنسبه لنابي كايتا لاعب مميز جدا، ممكن الموسم الاول ما نجحش بشكل كبير جدا مع ليفربول، لكن نتمنى له النجاح مع ليفربول وبرفقه محمد صلاح وزملائهم في تحقيق المزيد من البطولات بخلاف الشامبيونز ليج، اهم بالنسبه لهم طبعا بطوله الدوري بقالهم كتير جدا جدا ما حققوهاش من سنه 90. ده كان خبر ايضا مهم من ضمن الاخبار العالميه. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نستقبل الضيف الدكتور الكبير مروان صالح عشان نتكلم في امور كثيره جدا بالتحديد فيما يخص الجانب الرياضي والكروي المصري وكل الازمات على الساحه الرياضيه المصريه حاليا. استنونا بعد الفاصل. بيشرفني ونورني في الاستوديو الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي الكبير، هنتكلم معاه في امور كتيره جدا على الساحه الرياضيه المصريه. دكتور منورنا ومشرف. اهلا بحضرتك واهلا بقناه الاهلي وجماهير نادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيبين ودايما بخير كده. نشوف قناه الاهلي في اعلى الافق زي ما بيقول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، يعني في قضايا كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وخلينا نبتدي بقضيه النادي الاهلي واتحاد الكره وقرار مركز التسويه التحكيم النهارده من قبل التأجيل. التأجيل طبعا من قبل الاولمبيه ل2/7، المشهد ده شايفه ازاي بشكل عام يعني؟ والله هو عامة الاهلي اكيد من الـ الازمه اللي حصلت، ازمه اللاعب قبل الدوري، ده كان مطلب حقيقي، كان مطلب عادل من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان بينافس على الصداره ومن حقه ان هو يطلب مطالب ان هو يلعب، كان طبعا له مطلب اساسي وهو ان هو يلعب قبل امم افريقيا، طبعا ضيق الوقت وطبعا وانت معسكر المنتخب وبطوله امم افريقيا والتغييرات اللي حصلت طبعا بعد ما احنا رئيس علينا استضافه بطوله الامم الافريقيه من 4 شهور بس او 5 شهور، ده طبعا عمل تغييرات جذريه في المواعيد وفي انهاء الدوري، وكمان ضيف على ذلك اعاده مباراه الترجي والوداد
مرة تانية في نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي، ده هيؤدي برضو إلى تأخير الموسم الأفريقي الموسم اللي جاي إن شاء الله، وكان المفروض فيه موسم هيبدأ بدري ولكن كده هيتأخر، وبالتالي أكيد القيد لازم يتأخر طالما المباراة دي هتتعاد وقرار أفريقي خد قرار بيها لأن حصل فيها مشاكل وتوقف فيها بعض الحكام المصريين. احنا طبعا يعني احنا القصه ما نعرفش ملابساتها، ولكن ان بنقول ان كل ما هو طلبه الاهلي حوالي 70 او 80 او 90% من الاهلي طلبه تم تلبيته لاتحاد الكره، اللي طبعا من حق النادي الاهلي كفرقه بتنافس وفي المقدمه ولها الاولويه ولعبت ماتشات كمان كل 48 ساعه كل 72 ساعه مباراه، وده ادى ان يبقى في ارهاق وفي اصابات وفي حاجات كتيره جدا تم ترتبت على ان اللعب كل 3 ايام. طيب يعني هل اتحاد الكره شايفه هو السبب الرئيسي في هذه الازمه منذ البدايه؟ اكيد طبعا اتحاد الكره، لانه كان عارف طبعا ان في استضافه افريقيا، فلازم المدير الفني المنتخب اكيد او كل اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي بتقول ان اللعيبه لازم تنضم من انديتها قبل بدايه البطوله ب 15 يوم على الاقل، فده كان هيعرقل او هيجي ضد ماتشات الدوري العام، فكان يجب ان هو من بدايتها من اول ما اتاخد او من اول ما احنا خدنا بطوله افريقيا كان على لجنه المسابقات المحليه برئاسه كابتن عامر حسين ان هي تقول يا جماعه كده هنصطدم بواقع ان احنا بالذات بعد وصول حد كان هيبقى اكتر، لو كان الاهلي كمان وصل لنهائي دوري ابطال كانت هتبقى مشكله اكبر لان في ماتشات كتير هتتاجل، ولكن الواقع طبعا المفروض كان يتغير، كان يا جماعه هيبقى في تغيير، هيبقى في بعد افريقيا لازم نستكمل، يبقى الانديه ساعتها هتعمل حسابها. انما انا اجي قبليها لا ده هنأجل، لا مش هنأجل، لا هنلعب بدون الدوليين، لا هنلعب بالدوليين، يعني كلام كتير اتقال وافكار واقتراحات اتحاد الكوره قراراته الاخيره ان هو يعمل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد عشان يعمل حاجه اسمها لائحه لجنه المسابقات، دي اول مره تحصل في اتحاد الكوره. لازم في لائحه ثابته هو كان بيبقى في قبل كده لوائح كتير لكن ما كانش بيتم عرضها على الانديه، دي اول مره تعرض على الانديه. ايوه يتم البت فيها من قبل الانديه ويشوفوا رايهم فيها ايه. ما انا بقول لحضرتك يعني هيتم تطبيقها بقى بناء على طلبات الانديه. والله في انديه اربع انديه، في اثنين في بطوله عرب وفي اثنين في بطوله افريقيا، لازم نعمل حساباتهم، لازم يبقى في جدول اربعه في البطولات الافريقيه واثنين في البطوله العربيه، لازم يكون في جدول معمول ومعروف ان مثلا في الميعاد كذا. طبعا الاتحاد الافريقي بيعمل الجدول بتاعه بدري، ده الادوار التمهيديه والادوار 32 وادوار ال 16 وال 8 بيبقى معروف الجدول ماشي ازاي، يبقى لازم الجدول اللي يتعمل الجدول المحلي عن طريق لجنه المسابقات لازم يتماشى بما يريح الانديه. مش انا ارهق الانديه، انا عايز الانديه تحقق مراكز متقدمه، عايز الانديه تصعد. يعني ان يمكن من ضمن الاسباب اللي ادت ان الاهلي خرج من الادوار دور الثمانيه منها الارهاق والحمل البدني الزياده اللي كان على اللعيبه من جراء الماتشات اللي كانت ورا او متتاليه ورا بعض، كل 72 ساعه ماتش، يعني كان في كثره اصابات وكلنا كنا معاصرين وشايفين الاصابات كانت كتيره جدا، وكانت الاصابات بتيجي في اللعيبه الاساسيين او اللعيبه اللي هم لهم دور محوري في الفريق، وزي الهدافين يعني مثلا ازارو كان ابتعد شويه، كان وليد سليمان ابتعد 3 شهور غير مروان محسن، فدايما كانت الاصابات بتيجي في لعيبه بعينهم معينه، يعني مش هنقول مقصوده، لا هي بتيجي الاصابات يعني، فبيحاول الجهاز الطبي انه يجهز، ولكن هيحاول ازاي؟ كان في بطوله عربيه وكان في كاس مصر وكان في دوري مصر وكان في دوري ابطال افريقيا وكان في يعني كذا بطوله والدوري المحلي، يعني 5 6 بطولات مع بعض والاهلي كان بيشارك فيهم. طب ما ده يعني كان يبقى لود، لازم يبقى في حاجه اسمها ترتيب، لازم اللي يشارك في العرب ما يشاركش في افريقيا، ده رايي انا. مش عايزين ان لا راي منطقي في يعني دلوقتي الاهلي حتته افريقيا، خليك اهلي في افريقيا، اسماعيلي مثلا عايز يلعب في العرب يشارك في العرب ماشي يتفضل، لكن لازم يبقى في تنسيق ما بين لجنه المسابقات المصريه في الموسم القادم ان شاء الله، يبقى لازم في ترتيب، ودايما لازم لما بيكون في عندنا اخطاء بنحاول
نشيلها او نزلها او نصححها في المواسم الجايه، ده مش عيب. لكن اتحاد الكوره قاعد يقول بقى يماطل، هنلعب بالدوليين لا، هنلعب بدون الدوليين لا، طب هنلعب بعد امم افريقيا لا. طب يا جماعه انت لو عندك انت حاجه واضحه للانديه كلها، الانديه مش هتقول لا، هيوافقوا على كل حاجه. لما الاهلي لما طال كان مطالب مطالب كانت مشروعه وكانت في محلها، لانه من الانديه اللي بتنافس، ومن ضمن الانديه اللي كانت بتنافس على الهبوط كان في بعض الانديه زي بتروجيت وكان الداخليه وكان النجوم، وكان برضو بيطلبوا تاجيل ماتشات او يعملوا، ده من حقهم، لان في حاجه في اللائحه بتقول ان من الانديه التي تنافس على الصداره ومن الانديه التي يصيبها شائبه او 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 يعني هي قربت من الهبوط، دي لها الحق انها تقدم طلب انها تاجل ماتش او تعمل، لانه ده في مصلحه الفريق نفسه. فبالتالي اللائحه دي بتسمح ان كان النادي الاهلي يطلب اي طلبات، كانت سواء تاجيل او سواء عدم اللعب او لعب المباريات في وقتها. من وجهه نظر حضرتك، الجوانب الايجابيه اللي خرجت من بيان اتحاد الكره اول امس ايه هي؟ اولا طبعا تقنيه الفار هتتم تطبيقها، وتم الاتفاق مع شركه انها تيجي تطبق الفار، والفار هيبقى مهم جدا للدوري المصري عشان ما نقعدش نعترض على الحكام بقى المصريين، الحكام المصريين وحشين ومش عارف ايه. والله اطلب الفار وشوف، ويبقى معاك لجنه ويبقى في موجود، هل لمست ايده، هل جت في رجله، هل جت يعني، بيبقى في تقنيه الفار مهمه جدا، وده مطلب كان عادل جدا. الحاجه الثانيه موضوع لجنه المسابقات او اللائحه اللي هتتم تطبيقها، او هتعمل لائحه ويتم تطبيقها خلال الموسم او الدوري القادم. الحاجه اللي كانت اهم برضو كان في مطلب تاني، موضوع الكده الافريقي ده اهم شيء، تاجيل او بنقول عليه تمديد القيد الافريقي، تعهد الاتحاد المصري لكره القدم بعدم الاضرار بالانديه المشاركه في البطولات الافريقيه من الناحيه الفنيه من خلال ترحيل فتره القيد الافريقي، تمديد فتره القيد من 30/6 الى 5 اغسطس. وده بالطبيعي لازم يتم، لان غصب عن اتحاد افريقيا هيعمله، عشان زي ما قلت في بدايه الكلام ان تاجيل مباراه او اعاده مباراه الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري الابطال ده لازم معتمد عليه اتحاد الكوره، لازم هتلعب بالموسم، اكيد هتلعب بالموسم القديم مش هتلعب بالموسم الجديد. فبعد ما يخلص الماتش وتخلص، يبقى كده نهايه موسم، هبدا افتح فتره القيد، ونهايه الموسم بتاعه الدوري الابطال افريقيا جايه في امم افريقيا، امم افريقيا مش هقدر، لان كل لعيبه مع فرقها في منتخباتها، فلازم بعد نهايه البطوله اللي هي 21/7 ان شاء الله، هيبقى بعديها هيبدا الاتحاد الافريقي او يبدا يلعب مباراه الوداد والترجي، وبعديها يحدد ميعاد فتح او غلق بدايه القيد ونهايه القيد الافريقي بدون غرامات، زي ما بيبقى في فتره للغرامات حسب التوقيت الصيفي او حسب الميركاتو الصيفي اللي بيتم التعاقد مع اللعيبه. ولكن متهيألي اعتقد ان هذا التعديل او هذا التمديد هيفي او يعني هيعفو معظم الفرق اللي هي مشاركه بطوله افريقيا انها تدفع غرامه، لان هيكون بعد التوقيت بعد نهايه افريقيا وبعد كل حاجه، وكل الدنيا يعني 5 اغسطس دي هتبقى يعني بعيده خالص عن البطوله، يعني حوالي شهر بعد البطوله او حوالي 20 يعني حوالي اسبوعين او 3 اسابيع بالظبط، 3 اسابيع. طيب بخلاف هذا الملف، عايز اخد راي حضرتك على استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، هل شايفها مفاجاه ولا يعني وجهه نظرك في هذا القرار ايه؟ والله استبعاد علي معلول من قائمه المنتخب التونسي، اكيد المدير الفني للمنتخب التونسي لوجهه نظر ممكن يكون عنده بعض اللعيبه افضل منه في هذا المركز. يعني انا بقول ان علي معلول طبعا جناح في النادي الاهلي، جناح متميز جدا ومن ضمن اللعيبه المتميزين اللي لهم دور اعتقد في تحقيق الفوز في معظم مباريات النادي الاهلي اللي بيلعبها، لان هو متميز وعنده لياقه بدنيه عاليه. ولكن الراي ده انا مش عايزين ننتقد نقول انه طلع او ما طلعش، لا، هو علي معلول خامه كويسه، خامه طيبه، زي ما في برضو عندنا برضو في منتخب مصر في بعض اللعيبه تم استبعادها بالزبط. ومش يعني احنا مش عايزين نخوض في الكلام دلوقتي، نتكلم نقول يا جماعه ده تم استبعاده عشان مش لا، هو خلاص المدير الفني لوجهه نظر، ونحترم وجهه نظر المدير الفني، بس هي مفاجاه، هي مفاجاه طبعا، هي مفاجاه.
ممكن هو علي معلول يعني او الجهاز الطبي للنادي الاهلي او الجهاز المنتخب ممكن يقول لنا اذا كان في حاجه في الناحيه الطبيه او اذا كان في حاجه من الناحيه الفنيه دي. هو طبيا ما فيهوش اي حاجه خالص. واضح ان استبعاد فني مع سوء العلاقه ما بينه وبين الان جارسيا مدير فني المنتخب التونسي، يعني ده الواضح من خلال التقارير اللي احنا بنقراها. بس انا هقول لحضرتك على حاجه برضو بقى، يعني انا بقول لحضرتك ان لو مدير الفني شايف ان اللاعب ده هيجيب له ايجابيه او هيكون دافع للفوز او لتحقيق اي حاجه، مش استحاله هيفرط فيه. بس وارد، لان في انديه كتير ومنتخبات كتير بيبقى الموضوع بالنسبه لهم عند يعني الاجهزه الفنيه او المدير الفني بالتحديد ممكن يكون بياخد الموضوع عند شويه، بترجع لشخصيه المدير الفني ووجهه نظره يعني. طب العند عشان ايه؟ طيب ما هو ده هو رايح يلعب باسم منتخب بلاده. هل المدير الفني لمنتخب بلاده اذا كان محلي او اجنبي او 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 يعني هو بالاضافه ان هو عنده بدائل، لكن ممكن يكون له وجهه نظر اخرى يعني. اكيد احترمها، لكن هي في حد ذاتها هي يعني مفاجاه. هي مفاجاه بس يعني، انما مش مفاجاه محيره يعني. هو مفاجاه ما في كتير، زي ما احنا قلنا اجيري ما اختار بعض الناس منتخب مصر، في بعض الناس كتير جدا تستحق انها تنضم للمنتخب واحنا والمدير الفني يعني ما خدهاش، ودي كانت مفاجاه لينا برضو، مفاجاه لينا في منتخب مصر، ولكن مش على الناحيه الطبيه ولا الناحيه الفنيه يعني. واكيد له وجهه نظر معينه فنيه بدنيه مهاريه، كل ده يسال عنه. وفي النهايه يتم بقى نقول ان احنا نسال بعد نهايه البطوله، نسال المدير الفني بالزبط. انت كان عندك في الحته دي تقصير، طب ما خدتش فلان وفلان 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 كده يعني. انما ما الوقت ازف، ان النهارده 12 يعني فاضل اسبوع على البطوله او تسعة ايام. فطبعا هنقعد بقى، لا هو وجهه نظر تحترم المدير الفني، سواء تم استبعاد او ضم اي لاعب ايا كان صفته او كونيته، فطبعا احنا بنحترم وجهه النظر للمديرين الفنيين للمنتخبات. اكيد كل مدرب عايز نفسه يبقى احسن. طيب بمناسبه علي معلول، خلينا سريعا ناخد بعض اراء وتفاعلات جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء على فيسبوك او على تويتر. خلينا نبتدي بفيسبوك. اسلام محمد قال: علي معلول لاعب محترم جدا ولاعب راجل في الملعب، بروح عاليه في الملعب، كابتنه ربنا يوفقك مع نادي الاهلي. منتخب تونس خسر لاعب عظيم جدا. عماد راشد قال: في ظهرك يا علولو، وبينتقد المدرب يعني. هشام عثمان قال: افضل باك شمال في القاره، احنا معاك يا علولو، الاهلي وطنك يا معلول. كمان حسام حسن علي قال: وطنك الاهلي يا علي، احسن باك شمال في افريقيا وشعب الاهلي معاك. القائد ابو محمد قال: علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، جمهور الاهلي معاك يا علولو، والقادم افضل ان شاء الله. ناجي ابو تعيمه بيربط الموقف ده بموقف حسام غالي واستبعاده من المنتخب مع كوبر، قال: كان عندنا كوبر مستبعد حسام غالي رغم انه احسن من النني وطارق حامد، مع احترامنا طبعا الاثنين اللعيبه دول، كان حسام غالي نجم كبير جدا. علوله في القلب، ده كلام ناجي ابو تعيمه. السعيد رفاعي قال: جمهور الاهلي كله وراك يا علوله ما يهمكش. احمد منعم قال: استبعاد علي معلول اكيد رؤيه فنيه للمدير الفني، لان مفيش مدرب بيحب يخسر اي مباراه، دي وجهات نظر. ولكن يبقى علي معلول رمز من رموز نسور كارتاج. محمود محمد قال: مفيش شك يا امير ان معلول افضل باك شمال في افريقيا. يعني اراء كثيره جدا شفناها على فيسبوك، نروح نشوف على تويتر صفحه قناه الاهلي وتفاعل الجماهير بخصوص علي معلول وهذا الخبر المفاجئ. سعاد علي قالت: ما يهمكش يا معلول، احنا واثقين فيك وعارفين ان قلبك مع بلدك برغم استبعادك من المنتخب، وعلي معلول لعب سوبر من طراز الكبار. كريم عبد الرحمن قال: علي معلول نجم كبير يعرف قيمه النادي الذي يرتدي تيشيرته، وسبب استبعاده علي معلول تاثيره ايجابي للنادي الاهلي عشان اكيد اللاعب هيريح يعني من وجهه نظره. هبه احمد قالت: ان هم الخسرانين يا معلول ولا يهمك. آية زيدان: والله أحسن لينا، إحنا كنا خايفين عليه من الإصابات. آخر تعليق هاخده معايا وهو خاص بهبة أحمد، واللي قالت: بقول كده يريح شوية، الكلام مش واضح في الحقيقة. بتقول: ما أنا بقول كده يريح شوية وانبسط، الأجازة ما فيهاش حاجة يعني، ما فيهاش مباريات ولا ارتباطات. واضح الحب الجارف من الجماهير الأهلاوية لنجم كبير جدا زي علي معلول، أكيد نتمنى له كل التوفيق والتألق خلال المرحلة اللي جاية مع النادي الأهلي. عايز أروح مع دكتور مروان لملف آخر وهو خاص باستعدادات منتخب مصر لبطولة الأمم الأفريقية. رأيك في الاستعدادات للمنتخب، وهل هي استعدادات كافية ومناسبة منتخب مصر قبل بطولة كبيرة ومحفل كبير زي ده؟
هو انا اعتقد ان المباراتين بتوع تنزانيا والمباراه الثانيه مع غينيا يوم 21 غينيا صح تقريبا غينيا وتنزانيا. تنزانيا الاولانيه هتبقى بكره ان شاء الله الخميس في برج العرب، والمباراه الثانيه يوم 16 10 قبل افتتاح البطوله. هو اعتقد طبعا المعسكرات كان دايما الكابتن جوهر رحمه الله عليه جنرال التدريب كان بيحب المعسكرات الطويله. ليه بقى؟ كان يحب ليه؟ عايز يبقى في تناسق والتحام ما بين اللعيبه، عايز يعرف، عايز يشوف، عايز يكتشف. ده يعني انا حضرت تدريبه ليه في منتخب في استاد القاهره للمنتخب الوطني الاول قياده الكابتن محمود الجوهري، اعتقد 2000 وكام يا ربي، بس انا مش فاكر التوقيت. كان في كابتن محمود الجوهري اخر حاجه كانت 2001 او 2002 بالنسبه له يعني مع المنتخب على ما اتذكر. انا كاس العالم 2002 انا بقول لحضرتك انا حضرت تدريبه ليه يعني يمكن كانت 99 او 2000 او 2001. كان عايز يبني فندق جنب الملاعب الفرعيه بتاعت الاستاد عشان يبقى اللعيبه مركزه تطلع من الفندق على الملاعب. يعني كان بيحب دايما، وانا كنت معاه، او انا في الراي اللي هو بيقول ان لازم يكون فترات طويله قبل بطولات الافريقيه وبطولات العالم او البطولات القاريه فتره لا تقل عن 3 أسابيع لشهر عشان استعداد يكون مناسب. طبعا استعداد اولا في حاجه اسمها الناحيه البدنيه، هشوف الناحيه البدنيه وبعمل قياسات للناحيه البدنيه للعيبه وابدا افنط اللعيبه واعمل لهم مستويات. بعد الناحيه البدنيه في حاجه الناحيه المهاريه والناحيه الفنيه، برضه لازم اعمل قياسات واعمل ومعايا الجهاز الفني المعاون بيكون على 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 ان هو يساعد في القصه دي. كل واحد مسؤول في حته ليه حته معينه. الجهاز الطبي نفس القصه، بيبقى منظومه متكامله، منظومه الجهاز الفني في خلال هذا الشهر. بعد ما ابدا بقى والفريق جاهز بدنيا وفنيا ومهاريا ابدا اعمل مباريات وديه اقيس واعمل عليه اقيس نسبه الاجاده، نسبه الفنيات للعيبه، نسبه المهارات للعيبه، ايه اللي عايز يطلع. بعد ما تخلص اخر مباراه اقعد بقى ايه استنى البطوله 4 5 ايام كده، ونقعد بقى نحط الورق كله على الترابيزه ونحط كل حاجه وكل الجهاز يكون قاعد سين عليه كذا، صاد عليه كذا، الف عليه كذا. اول ماتش هيبقى مع فين؟ مع فلان، مع علان. هنعمل كونتر اتاك، هنعمل رجل لرجل، هنعمل هنصنف طريقه طرق اللعب، هنخوض بطريقه كذا مع المنتخب الفلاني، المنتخب الفلاني ده بيتميز بكذا. لازم يكون احنا عندنا الحلول البديله اللي موجوده لاداء المباراه امام هذا الفريق. وكان دايما او انا بنصح هو الفتره طبعا هي على كل الفرق، مش علينا احنا بس، على كل الفرق الافريقيه كلها دايما اتجمعت. ولكن ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب الوطني بقياده الكابتن اجيري، وكلنا خلف المنتخب. وطبعا هو يعني انضمام محمد صلاح للمنتخب هو ده اللي انا عايز اسال بقى حضرتك عليه. هل انضمام محمد صلاح اليوم جه متاخر شويه، ولا كان المفروض ان هو والله طبيعي ان هو ياخد فتره الراحه دي وبعدين ينضم قبل 9 ايام بس من انطلاق البطوله؟ لا، هو محمد صلاح جاهز فنيا بدنيا ولازم لما ياخد فتره راحه اكيد لازم ياخد شويه. ما هو طبيعي، ما هو هياخد فتره راحه ليه؟ بس هو لو جه دخل على طول استاذ امير هيبقى يعني جه من زي ما بيقولوا من الدار للنار طبعًا. يعني هيبقى تعبان ومجهد ومش هيقدر يكمل. لازم كان يسترخي، لازم يبعد عن الكره خالص. وده العلم التدريب اللي بيقول كده، علم التدريب بيقول لازم اللاعب طالما وصل للطب، هو وصل لنهائي اوروبا وخد البطوله، ولازم كان لازم يريح بقى خالص، ياخد راحه سلبيه عشان يرجع تاني مره تانيه يطلع الكيرف، يطلع الى اعلى مدى في بطوله امم افريقيا. وربنا يوفق الجميع، ومحمد كابتن محمد صلاح من اللعيبه المحترمين، من اللعيبه اللي لهم باع كبير جدا. وهيبقى طبعا هينضم هو النهارده اول تدريبه ليه في برج العرب، انضم وتدربوا اعتقد يعني طبعا بتيجي بتدي معنويات للعيبه، يعني في معنويات للعيبه اللي هي في الدوري المصري المحلي غير الدوري غير المحترفين، لما بيتضموا مع بعض ويقعدوا مع بعض بقى واقامه. وسمعنا في كلام كده تعليق ان هو عايز اوضه واحده. لا طبيعي ان هو ياخد اوضه لوحده، والراجل عايز اوضه، عايز اكيد ليه طقوس لحاجات معينه عايز يعملها. ممكن هو
يقعد مع كا يعني. بس ده خبر مؤكد موضوع انه طالب اوضه لوحده؟ يعني ده كلام بيتقال انه هو ايا كان، يعني دي امور خاصه بالمنتخب والمحضرين فيها. احنا بالنسبه لنا احنا كمتابعين عايزين النتيجه في الاخر. المهم ان احنا احنا واقفين ورا المنتخب قلبا قالبا، سواء اعلام او صحفيين او نقاد او كلنا وشعب وجماهير وحكومه، وحتى رئيس الجمهوريه كان بيطمئن على سداد البطوله الفتره اللي فاتت، والراجل يعني مدي كارت بلانش بكل توفير كل الاحتياجات الخاصه بالبطوله عن طريق السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. دايما كان في زياره ليليه اول امس لاستاد القاهره، وبيشوف كل اماكن المستضيفه للبطوله مدى الاستعداد ليها، وربنا يوفق ان شاء الله، وان شاء الله تكون بطوله ناجحه ونرجع الجمهور العائلي اللي كان موجود في 2006 لمدرجات استاداد القاهره والسادات الاخرى المستضيفه للبطوله امم افريقيا ان شاء الله. استاد القاهره او صور صراحه بقى طبعا جداً اكيد حاجه أكيد جميله قوي، شكله اتغير تاني خالص. كان معمول على النظام الالماني الاول، دلوقتي اتغير. النجيله دي على فكره جايه من هولندا، النجيله بتاعت معموله من بالتزامن ما بين هولندا وما بين نجيله معموله هنا في مصر، وربنا يوفق ان شاء الله اللجنه المنظمه في الخروج بالبطوله. اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، لان احنا هدفنا في النهايه ان شاء الله ان البطوله تنظيميا تنجح بشكل كبير جدا، وفنيا تنجح بشكل كبير جدا، والاهم بالنسبه لنا كلنا اللي هينجح كل المنتخب ياخد البطوله باذن الله. لكن بخصوص جزئيه صلاح، انا مش يعني بتكلم بالتحديد على ان ما كانش في ميعاد محدد تم الاعلان عنه ان هو يضم محمد صلاح، لكن يا سيدي خد الراحه، انت تستحق تستريح وكل حاجه ومفيش اي مشكله، وانت يعني احنا بنحبك قوي، لكن ليه الاتحاد المصري او المنتخب ما اعلنش عن ميعاد محدد لانضمام محمد صلاح؟ دي كانت غلطه الجهاز الفني بقى. تمام، هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. غلطه الجهاز الفني ان هو عارف انه عنده بطوله اوروبا، المفروض بيبقى عنده فتره سماح. هو انت راجل مدير فني وفني وفاهم وعارف كل حاجه، انت راجل خلص بطوله وكان في اعلى كيرف في اعلى مستوى، هتدي له كام يوم عشان ينزل ويرجع؟ يعني مثلا اسبوع، خمس ايام، اربع ايام، ست ايام؟ انت مدير فني وانت اللي عارف وانت اللي تقول، وانت بتقول يا جماعه محمد صلاح ينضم في الوقت الفلاني ونبعت لمحمد صلاح يا كابتن. هو مش هيقول لا، الراجل او اللاعب، سواء لاعب او يعني، مش هيقول لا ان انا هنضم. هو طبعا النهارده انضم قبل البطوله بتسعة ايام، يعني طبعا في انتقادات وفي كلام طبعا ليه ما ينضمش هو اللي اداه او اللي لعبه صلاح غير اللي زمايله لعبوه تانيين. اكيد طبعا، فمستوى الحمل البدني كان عليه عالي، مستوى الفنيات بتاعه وصل لاعلاها واعلى فورمه، فلازم كان من الطبيعي او من اساسيات علم التدريب الرياضي، لازم اللاعب وصل لاعلى قمه لازم ينزل تاني ياخد راحته ويرجع يطلع تاني لما يكون في بطوله. تمام، بالنسبه للمنافسه في بطوله الامم الافريقيه، تتوقع مين يوصل المربع الذهبي مثلا، او مين الفرق او المنتخبات المرشحه للفوز باللقب؟ والله طبعا احنا اكيد مصر من ضمن الفرق. يعني احنا عايزين نقول بعض الدول التانية اللي كان ليها باع او يعني كانت موجوده، ممكن انا مش طيب مش متابع حضرتك متفائل بان مصر تفوز بالبطوله؟ طبعا ان شاء الله، يعني لو ان في ناس متشائمه ومش هنوصل وبتاع، لا احنا 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 كنا في 2016 في 2006 اقصد بدايتنا، يعني كان فوزنا في اخر ماتش وصعدنا باخر ماتش، يعني صعدنا الدور الثاني باخر ماتش. نتمنى كل الامنيات ان منتخبنا يوصل وينافس ويصعد، وده مش هيجي الا الهدوء الاعصاب من الجهاز الفني ووقوف الجماهير خلف المنتخب تشجيعا، نحضر ونشجع سلبي ايجابي سوري نشجع تشجيع ايجابي مثالي. لازم تكون تشجيع بدرجه عاليه، ما نتكلمش في اسماء، ما نتكلمش في حاجه، ما ناخدش في اي حاجه، لازم يبقى التشجيع بطريقه ايجابيه عاليه جدا عشان المنتخب يوصل، او كل ما يصعد من مرحله بتتصعب العمليه. يعني هو دلوقتي احنا كمان البطوله دي بتتلعب بنظام هيبقى الاول والثاني من كل مجموعه، واعتقد هيبقى احسن التوالد، لان البطوله دي اول مره 24 فريق فهتبقى صعبه جدا. أكيد هتبقى صعبه، وهتبقى بطوله من اصعب البطولات
اللي المفروض هتتلعب او اللي هتتلعب في بطوله افريقيا. وكل امنيات والتوفيق لمنتخبنا وكل الفرق المشاركه في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور مروان صالح انا بشكرك شكرا جزيلا، استمتعت طبعا بتواجد حضرتك معنا النهارده. ألف شكر. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا مع الدكتور مروان صالح الناقد الرياضي الكبير. حلقه النهارده كانت حلقه مهمه جدا، اتكلمنا فيها في العديد من الامور والجوانب الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام. اكيد نتمنى كل التوفيق خلال الفترة الجاية سواء للنادي الأهلي في استعداده للموسم الجديد، لمنتخب مصر كمان الأهم خلال الفترة الجاية استعداده بشكل قوي بداية المباراة الودية غدا إن شاء الله أمام تنزانيا، ويكون استعداد بشكل مناسب للفوز بهذا اللقب، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا كمصريين، وكلنا هنساند أكيد المنتخب بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله ليحصد اللقب رقم 8 في تاريخه. كل التوفيق إن شاء الله للكرة المصرية بشكل عام. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة، استنونا وحلقة جديدة بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله. إلى اللقاء.